مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، نحن الآن على الشارع العام الرابط ب إن شاء الله تل العفر. هذا الشارع اليوم نقف عليه، وخلفنا قرية سنانيك التي تم تحريرها قبل يومين من قبل أبطال مغاوير النخبة بقيادة اللواء حيدر المطوري. أعزائي المشاهدين، راح ندخل لهذه القرية، راح نطلع على شهادات السكان في هذه القرية ومدى جرائم داعش التي ارتكبت في هذه القرية، نصورها لكم، خليكم ويانا في هذه التغطية. نعم أعزائنا المشاهدين، ما زلنا متواصلين معكم. نحن الآن في قرية السنانيك، هذه القرية التي تم تحريرها على يد أبطال مغاوير النخبة. الحمد لله، كما تشاهدون هذه القرية أبنائها متواجدين هنا، وتم إعادتهم للقرية من أجل مواصلة حياتهم بشكل طبيعي. ويانا أحد الأخوة اللي تم إعادتهم. السلام عليكم. أهلا وسهلا أبو محمد. الله يخليك. يا هلا أبو محمد، احكينا شلون الوضع هنا؟ والله الوضع هنا ما شاء الله كل الزين، واحنا نتشرف بالأخوة اللي حرروا قريتنا وخلصونا من المأزق اللي كنا به. نعم. أبو محمد، نقدر ندخل جوا؟ تفضل. تفضل. الله يخليك. أبو محمد، سولف لنا شلون الوضع كان هنا لما كان الدواعش موجودين؟ والله الوضع كان هنا يعني اي وضع سيء، يعني مو جوع وبطاله وشغل ماكو. انتوا شاهدتوا الجرائم اللي نفذوها داعش بحقكم؟ والله شاهدنا يعني جرائم كثيره، مو يعني ما لها انقطاع. ما الجرائم اللي شاهدتوها؟ والله اللي يقضبونه هنا، اللي حرمته تطلع على الباب ياخذونه يقصوله وصل. ياخذونه ويجلدونه او يغرمونه. انت شنو عملك؟ والله انا عملي كنت سايق لوري على خط بغداد، اشتغل من هنا على جميل هنا. انقطع رزقك بقى. انقطع رزقنا والسياره راحت همين. اخذوها من عندك السياره؟ لا والله السياره انا وشريك بيها، بس بعدها ما ضل شغل. لا ما ضل شغل، سحبها من عندي و... نعم. كنت الشريك وياه انطاني مليون هنا وقعدت الحمد لله بطال. وهي عندك يعني افراد عائلتك ايش قد؟ والله افراد عائلتي خمسه، علي ومحمد والبنيه والامها. الله يستر عليكم. ننتقل للحاجة. ما كملنا، دحق عليه شوف البيت. بيتك يعني بعد ما كملت وما ظل. بسبب الوضع الاقتصادي. اي والله بسبب الوضع. مرحبا، شلونك يعني؟ تفضلي هنا. شلون ان شاء الله؟ زين الحمد لله بخير، الله يعافيك. انت كمرة شلون كان وضعك اثناء ما كان داعش موجود؟ والله مستمطرين جو حكم الله وقاعدين وساكتين. تقدرين تطلعين تسوقين شيء؟ والله يعني اروح هي تسوق على عادي على الموصلة. هسه تقدرين، بس لما كان داعش هنا
والله نروح بس نلبس عبيون تخمر ونروح. انت خمر انت قبل تتخمرون من طلعون؟ لا يعني حرمة كبيرة ما هيك، بس احط الملفة هيك والبس العباء واروح. اي هاي من كنتوا ماكو داعش يمكم، بس من اجى داعش اضطريت انه تلبسين الخمار. ايه نلبس. الله يعينكم. اكو كان مستوصف مستشفيات هنا لكم؟ لا والله احنا عندنا ما عندنا، نروح على الموصل. والله على الموصل؟ ايوه. تنجبرون تروحون؟ نروح على الموصل والله، والورقه سووها ب 2000 دينار، حتى احنا من الناس ما عاد نقدر نروح على المستشفى. نعم. لا على المستوصف ولا على المستشفى. كهرباء، ماي، اكل، شرب؟ والله يعني تقدرون تحصلون كهرب؟ لا والله، بس قبل فتره شويه استعدلت عندنا. نعم. وهسه لا عطلت. بس انا صار لنا يمكن سنه ونص طفت عندنا الكهرب، يمكن السنه جابوها. نعم. هسه من رمضان والله بلا كهرب. زين. قنيه الطحين ايش قد وصلت عندكم؟ والله وصلت 30. 30 وصلت قنيه الطحين، قنيه التمن نبات 65، نبات 50. هذا ابنك؟ اي هذا علي. هذا علي. علي ايش قد عمرك؟ 2009. 2009. تروح المدرسة انت علي؟ ايه. ها؟ ايه. كنت تروح قبل المدرسة؟ قبل. ايه. كان يروح. قبل كان. درس سنة واحدة. ايه. عزلت المدرسة. ليش عزلت؟ يراح المعلمين. ها شردوا من داعش. شردوا ما يريدون رواتب المعلمين، ما يقدرون، ما عندهم امكانية يجون يدرسون. نعم. بيش يجون؟ لا سيارات ولا شي، راد لهم كروة وما عندهم رواتب. نعم. وما عاد يقدرون الطلاب خاضعين للقوانين العرفية الخاصة بداعش. العامة دو العامة الزناقيل هي بجر لا درسوا. ايه؟ ولدهم، بس احنا ضعفاء رادوا منا فلوس. ايه؟ واحنا ما رادوا عندكم؟ والله رادوا كل طالب 15000 وتعرفين هدوم بالشهر؟ بالشهر وهدوم. نعم. وجناط. نعم. واحنا امكانيتنا ما تتحمل، ما خلاناهم العام يدرسون. الله يعينك. هسه شلون الوضع؟ والله الحمد لله بخير مرتاحين ان شاء والحمد الله. الحمد لله. ابو محمد انت هسه تقدر تطلع طوب؟ يعني هسه القوات الامنيه موجوده هنا. لا طوب اطلع اروح اجي الحمد لله، يعني مساله عاديه ومرتاحين الحمد لله وكل شيء ما عندنا. شو تقول لاهل الموصل اللي يشاهدوك هسه؟ والله اقول لاهل الموصل اذا انتم اذا يعني جهد امكانكم التعاونون مع القوات اللي تجي عليكم ونتخلص من هالمأزق والمحنة اللي كنا بيها احنا. نعم انا اقصد يعني مركز الموصل، يعني نعم. السنتر مالت الموصل. نعم نعم هو الموصل الداخل. الداخل. اي نعم. الداخل. نعم. ابو محمد يعني احنا شاهدنا هواية مقاطع فيديو يعني بها تعنيف للمواطن في الموصلي، يعني انتم شفتوها شاهدتوها لابد؟ والله على ارض الواقع يعني كانوا يجلدون؟ نعم نعم لا لا صحيح لا على ارض الواقع بحياتكم؟ نعم جلد. لا جلد محكمة شرعية؟ جلد حكم يحكمونه هي. المهم هم عندهم يعني محكمه، هم اللي عندهم يعني هنا محكمه شرعيه. نعم. بس احنا شو نقول؟ احنا نقول هذا على غير يعني مثل ما يقول. اكو كان هنا يا والي عليكم؟ لا لا ماكو، كل احد هنا ابد ولا حد جانا نهائيا. نعم. جو بس كانوا يمرون من قدام؟ يمرون نعم هيك وهم فايتين يسلمون ويطلعون قبل. اكو عراقيين، اجانب، عرب؟ اكو افغانستانيين وهذول الاخر ما ادري ايش يسمونهم، والله كثيرين هم، صينيين اربعه. نعم. خمسه يعني هم شفتهم. ايه يجون عادي من هنا يعني يروحون يجون بالقريه، يجون يمرون يفترون ويطلعون قبل. شنو كان شعورك من كانوا يفترون هنا؟ والله ايش نسوي يعني شعورنا احنا كنا لا حول ولا قوه قاعدين ايه. الله يعينكم. نعم اعزائي المشاهدين كما تلاحظون هذه ستبقى شهادات موثقه للجميع، بامكان اي احد ان يطلع عليها. هذه شهادات حيه، من خلالها ان شاء الله سنطالب الامم المتحده بضروره تجريم داعش والقضاء على هذا التنظيم الارهابي الذي يعني فعل ما فعل من جرائم بحق هؤلاء المواطنين العزل، واستخدمهم كدروع بشريه من اجل تنفيذ جرائمه والتخفي خلف هؤلاء الابرياء. خليكم ويانا اعزائنا المشاهدين في هذه الجوله وفي هذه التغطيه، سننقل لكم مشاهد حيه من ارض الموصل ومن القرى التابعه للموصل. الله يحفظكم.
نعم أعزائنا المشاهدين، الآن وصلت سيارات الدعم الخاصة بالحشد الشعبي والأبطال المغاوير النخبة لإيصال الطعام لأبناء وسكان هذه القرية التي عانت طويلا، خصوصا أنه الطعام قد شح في هذه القرية والمؤونة لم تصل لهذه القرية. ومعنا الآن سنلتقي بأحد المساهمين في هذه الموكب. السلام عليكم. مرحبا. الله يخليك حاج، شلونك؟ الحمد لله غاز. الله يخليك، احكي لنا ما وجودك هنا، دورك هنا. احنا ان شاء الله احنا هيئة مواكب ان شاء الله، وجدنا هذه على مساعدة لهم ان شاء الله. ساعدوهم؟ نعم. شو وزعتوا لهم؟ والله تمن ومرقة ونشن عندنا نطيهم، لان احنا ما اخوتنا. نعم. ان شاء الله احنا ماكو فرق. احنا كل احنا واحد. كم وجبة توصلون؟ والله نوبات نجي وجبتين وجبة. نعم. ايش عندنا نطيهم؟ ايش عندكم؟ اي والله. خطير. يعني طبخكم خاص لهم؟ ماشي، اي طبخنا خاص لهم. خاص لهم، ما من عدا طبخ الابطال المجاهدين. نعم. والمقاتلين. نعم نعم، نطيهم احنا ايش عندنا نطيهم؟ نعم. ايش عندنا زايد نطيهم وبخدمتهم احنا. ان شاء الله. الله يخليك. أيوه. الله يسلمك. السلام عليكم. سلام. شنو اسمك؟ يونس. يونس. يونس شلون الوضع هنا؟ والله زين. لسه زين؟ اي والله. سابقا لما كان داعش شلون الوضع؟ والله مو زين. شلون؟ والله مبهدلينه. شلون؟ دمرونا. اي احكي لي، سولف لي يونس. والله عذبونا. شلون دمروكم وعذبوكم؟ شلون؟ والله ما ينطونا اكل. اي. او جقاير ماكو. اي. عذبونا. دمرونا. انت ايش قد عمرك؟ ها؟ انت ايش قد عمرك؟ والله ما اعرف. ما تعرف؟ زين، انت تدرس ان شاء الله؟ ان شاء الله. ان شاء الله. بيصف؟ بالاول. كنت بالاول؟ ايه. زين، قدرت تروحون للمدارس تكملون دراسة؟ لا والله. صار لك ايش قد من تارك المدرسة؟ والله من جمه داعش. الله يعينكم. نعم اعزائي المشاهدين، الاهالي ما زالوا يصلون للقرية لنقل أغراضهم إلى هذا المكان للعودة إلى منازلهم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، هلا بكم. والله الحمد لله. من جاي؟ والله من الجري على بيتنا، رجعنا إن شاء الله على البيت. رجعت على إن شاء الله، رجعنا على البيت. شلون الوضع هنا؟ والله الوضع حيل زين، وجزاكم الله خير وممنونين، نشكركم كثير. نشكركم. وضعكم شلون كان أثناء التحرير؟ والله أثناء التحرير جماعة الاتحادية والحشد ما خلوا قصر المقاوير. نعم. اي والله نشكرهم جزاهم الله خير. خلصوكم انتم واطفالكم. والله خلصونا حقيقه على حالتنا هينا احنا واطفال، اقول خلصوا احنا والاطفال ان شاء الله وراجعيني والله على بيتنا. الحمد لله. جزاكم الله خير. قبل ما يوصلون المغاوير لكم، شنو كانت داعش تقول لكم على القوات اللي راح توصل لكم؟ والله كانوا يعني غير صوره يوصلونا. شلون؟ يعني اسولف لك اياها مثلا نقول يعني غير هذا اللي شفنا، ما شفنا غير الزين من عندهم والله. ما خلوا قصرينا. والله يقولون يعني تعرف ما زين تعاملهم، ما ادري ايش تعرفين. نعم. انت هلا اي والله تعرضون عوائلكم. اي والله ما شفنا غير الزين من عندهم. لا هم قالوا لكم. اي هم شاي. اي نعم. اي صحيح. زين، ايش كم يوم انت قدرت يعني بقيت خارج القرية والآن رجعت؟ والله احنا كنا هذاك بيتنا طرف الجرية. نعم. ورجعنا كنا من البيت، اخذنا عوائلنا جهالنا وهذا. نعم. وهسه راجعين على بيتنا، تقريبا صار لنا اربع ايام خمس ايام. ايش؟ اربع ايام. اي والله. بس ما طلعنا من الجرية، احنا ثابتين على الجرية، ما خلوا قصره معانا. الحمد لله. اي والله. شكرا لك. ممنونين. خذ راحتك. الله يخليك. السلام عليكم. كم طفل عندك؟ والله الحمد لله بس واحد. بس واحد. شلون كان وضعك لما كان داعش؟ قبل؟ اي. والله موش. شنو تشتغل انت؟ والله عامل. عامل. عمالة تشتغل؟ ايه عمال. اها. شلون كنت تقدر تأمن يعني اكل وشرب عائلتك؟ والله نقضيها هنا وهنا ونعيش. اها. اي نعم. داعش شنو كانت يعني تصرفاتها وياكم؟ والله مو زينية. شلون؟ طول لحيتك. اي. زارك. شو كنت قدرت تزين لحيتك؟ والله من جيت. من جينا؟ اي. شنو تعامل المغاوير وياكم؟ شنو؟ الجيش. ها الجيش الحمد لله والله جيهم الخير. ها؟ وجيهم الخير ما شاء الله. ان شاء الله. اي فضل من الله. الله يخليك، شكرا لك. عليهم يعني ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليه، الله يحفظه. السلام عليكم. السلام هلا. الله يخليك. سولف لي والله زين. والله من جيت انتم زينين. اها. والله من جاجة العراقي زينين. اها.
شنو الصوره اللي كانوا ينقلوها عن القوات الامنيه اللي راح تجيكم؟ والله هم بكيفهم يسولفون. شو يقولون؟ سولف لي سوالفهم. الله يسولفون. وش كان اذا ما يخاف والله طول لحيتك. ايه. كسر زارك. ايه. هاي حيش. زين الجقاير تقدرون تشربون؟ لا والله. ليش؟ ما يقبلون. ليش وصلت الجقاره عندكم؟ والله الباكيت ب2000. الباكيت ب2000؟ اي وبخمسه. وين جيت انت صارت العالم دخن علينا. نزلت عادي نزلت المؤونه عندكم بالقريه؟ اي نزلت. ايش قد من مقطوعه المؤونه عندكم؟ 10 ايام. 10 ايام؟ 10 ايام والله. الله يعينك، انت ايش قد عندك اطفال؟ والله عندي 3 جهال. ايش قد شنو عملك العفو؟ والله عامل شتف. الله يعينك. يعني أعزائي المشاهدين كما تلاحظون الوضع كان جدا سيء في هذه القرية، خصوصا أنه الدواعش قد نقلوا صورة سيئة ترهب هؤلاء الأبرياء من أجل عدم التعاون مع القوات الأمنية، لكن الحمد لله أبطال مغاوير النخبة قد ساهموا وساعدوا في تحرير هذه القرية التي عانت طويلا وإيصال المؤونة بأسرع وقت لهم. إلى جانب المؤونة يعني راح يعني المواكب التي تابعة للحشد الشعبي والمواكب الحسينية تصل إلى هذه القرية المحررة من أجل تقديم وجبات الغذاء لهؤلاء الأطفال. معنا إحدى النساء. السلام عليكم. شلونك حاجه؟ الله يعافيك. الله يخليك. الله يسلمك. الله يستر عليك. شلون وضعكم؟ والله الحمد لله. مرتاحين ان شاء الله؟ ان شاء الله مرتاحين. ان شاء الله. تعال خلينا نفطر على الشمس شويه زين حتى تطلعين حلوه ويانا. الله يخليك. شلونك حجيه؟ والله الحمد لله زين. الله يرحمك. سولفي لي شلون وضعك؟ وضعك؟ زين وضعنا الحمد لله. الحمد لله. شافك طبيب؟ ها؟ جاكم طبيب طبيبه؟ والله ما جانا لسه. لحد الان تنتظرونهم؟ ان شاء الله. ان شاء الله. صار لكم كم ساعه من محررين؟ صار لنا يمكن 4 ايام هذه 5 ايام. 4 ايام 5 ايام. اها وشلون وضع الاطفال هناي؟ والله إن شاء زين ان شاء الله زين. ان شاء الله. ان شاء الله. حاجه اريدك تسولفي لي شنو الصوره اللي كان داعش ينقلها لكم قبل ما يوصلون القوات الامنيه؟ الصورة اللي هي تمثل القوات الأمنية، شو يقولوا لكم عن القوات الأمنية؟ والله إشكال يقولون. شو يقولون؟ أنا أريد أعرف اللي يقولوه، شلون يقولوا لكم؟ شلون كانوا يخوفوكم ويرهبوكم؟ إيه يقولون ما زينين وما أدري إيش. إيه؟ إيه. إنه راح شو يسووا لكم؟ يسوون يذبحونا. إيه. إيه. زين من جو دخلوا عليكم شلون كان تعامل؟ القوة الأمنية؟ نعم. حيل زين والله. الآن مرتاحة حاجة؟ الحمد لله. شنو اللي تريدين الآن؟ أنت هسه كعراقية شنو اللي تريدينه؟ كمصلاوية شنو اللي تريدينه؟ والله أريد الأمان وأريد المعاملة الزينة و... نعم. عانيتي هواية؟ عانيتي هواية؟ منين؟ من داعش منين؟ من داعش هي عجل. إيه. الله يعينك، الله يعينكم. الله يخليك. مرحبا، شلونكم؟ هلا. شنو اسمك؟ ها؟ وين سولف؟ بعد هالسؤال، بعد هالسؤال، مرحبا، شلونك؟ شنو اسمك؟ الحمد لله مثل ما تلاحظون اعزائي المشاهدين هؤلاء الاطفال موجودين ما زالوا الحمد لله بصحة جيدة وان شاء الله جميع الامور التي يعني تحتاجها هذه القرية سيتم توفيرها. هذا ما حصلنا عليه من قبل القيادات الامنية سواء كانت على مستوى المجال الصحي والمجال الغذائي والمجال الامني. ان شاء الله جميع هذه الاشياء سيتم توفيرها للسكان في هذا المكان وان شاء الله بقية القرى التي اليوم أهاليها محاصرين فيها ويستخدمون اليوم كدروع بشرية يتم تحريرهم من دنس داعش وإن شاء الله النصر لنا والموصل موصلنا. خليكم ويانا في هذه التغطية. نعم أعزائنا المشاهدين الحلاقة كانت ممنوعة في القرى التابعة للموصل
وخاصة في داخل الموصل. الحمد لله بعد قيام مغاوير النخبة بتحرير هذه القرية عاود محل حلاقة مهدي بالعودة من جديد. يا ريت يوم مصور الحربي منتظر السعد يصورها، حلاقة مهدي عادت من جديد إن شاء الله بحس أبطال المغاوير مغاوير النخبة. هؤلاء الأبطال الآن يحلقون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. صار لك كم سنة تحلق؟ والله صار لي تقريبا 8 سنوات. 8 سنوات، صار لك إيش قد ما حالق؟ والله صار لي يعني من وقت السقوط مال الموصل أنا ما مزين أحد. ما مزين يعني أحد. شغلي وقف من ماديا والناس ما عندها. نعم. إيش قد عندك أطفال؟ عندي 5 أطفال. 5 أطفال، شو تقدر تعيشهم هاي السنة؟ والله الله سبحانه وتعالى هو اللي عايش. نعم. عايش الحمد لله، يعني اتدين وما عارف ايش ومشي اموري من هنا ومن هنا والحمد لله زين. السلام عليكم، شلون الوضع؟ والله الحمد لله. الله يسلمك. سولف لي شلون الوضع هنا؟ والله الحمد لله بخير. الله يسلمك. شلون معنوياتكم؟ نعم انا بخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بحيل الله. زين يومنا باكر هناك بالموصل. ان شاء الله الزينون بداخل الموصل. ان شاء الله ان شاء الله بحيل الله. انت كمواطن عراقي وموصلي شنو اللي تريد الان يعني بعد معاناتك هاي الطويله؟ والله اريد الامان. والله يستر على جميع الموصل المحافظات جميعا والعراق كله. احنا اخوه شيعة وسنة وكراد ومسيح وماك فرق بين هذا وهذا ان شاء الله. والحمد لله اريد المواد الغذائيه الوجبه قطعوها يعني. نعم. حالتنا تعبانه حيل. نعم. زين. شو وقت انقطعت المواد؟ والله صار لنا تقريبا ازيد من سنه. اكثر من سنه. اكثر من سنه قاموا يبيعون اياس وسوداء. يعني انت مجبر. ليش تشتريها؟ والله اشتري ب 21 ونص. شنو 21؟ الطحين. الطحين. نعم. زين وبعد؟ والتمن ب 60. ايه. تشيس. 60,000. ايه ما عندك مشكلتك تروح تدبر نفسك. ايه. عندك ما عندك. يعني والاتاوي والغرامات اللي يفرضوها عليكم. والله الميه بالشهر فرض، ما عندي اني يعني والله نوبات ما عندي ادين من اخوي عنده. نعم. صاحب هذا الدكان مال الحلويات. نعم. ادين من عنده مجبور انطي من ما انطي يجون اتغلوني. لا اله الا الله. اي نعم. هذا ما تعرضت للضرب للجلد؟ لا لا الحمد لله انا يعني شو يقولوا لي اسوي لي انا مجبور على هذا الشيء يعني. نعم. زين ما اقدر ما اقدر اخالف. اي اخاف انا يعني. نعم نعم انا اخاف. جاء بلقوني انت مهدي مو؟ نعم انت مهدي. نعم. احنا قرينا حلاقة مهدي. حلاقة مهدي نعم. الله يحفظك. بلقوني بعد لا زين حفر. نعم. وغزح وخيط. قلت لهم صار. شلون عاد كنت زين؟ قبل لا كنت زين قبل بعد ما دخلوا هسه يعني لا بعد ما دخلوا الخيط كله لقيته وزيال اللحيه ماكو يعني. اللي يجيني يقول لي بس عدل اياها اقول له ما اقدر يعني. يقول لي بس شويه عدل لحيته اقول له انا ما اقدر يعني اتعاقبان يعاقبوني جماعه الحسبه. نعم وقف حالي. والله وقف حالي و... زين يعني مرات بال 20 يوم يلا يجيني وحده زين. مهدي انا اريد اسالك سؤال، شنو الصوره السيئه اللي نقلوها عن يعني نقلوها لكم عن القوات الامنيه قبل ما يجون يحرروكم، ايش كانوا يقولوا لكم عليهم؟ سمعونا يقول راح يتركون الاعراض وراح. نعم. ما اعرف ايش وراح يدمرونكم ويذبحونكم وما اعرف ايش. نعم. والحمد لله يعني تلقونا وانطونا مساعدات يعني هم والله ما انطونا. نعم. أنا واحد منو ما نطاق؟ نعم. نعم. سجلت بالزكاة، سو فتحوا سجل مال زكاة. ايه؟ ورحت سجلت أنا. ايه؟ قلت والله أنا حلاق، قال لي عندك مصدر رزق أنت. ايه؟ قلت له أنا رزقي وقف. نعم. جاء طلع كشف علي على البيت. صدقت معاهم أنا العدل. نعم. طلعت كشف طلعوا علي على بيتي، بيتي هذا. نعم. صبة. نعم. باني أنا بتعبي والله، أشتغل حمال وأشتغل بالمحل. نعم. بالمخازن مال سايلة ومال موصل. نعم. حمال بالتمن. واجي أشتغل هنا بالمحل. وضع الموصل هسه شو؟ والله جاني قال لي تدخن أنت؟ ايه؟ قلت له نعم أنا أدخن. نعم. بس إن شاء الله راح أتركه. نعم. هالكلام مش قد ما توازيت يعني العدل. نعم. توازيت يعني ما ظل عندي مصدر رزق. نعم. لازم أترك السجاير. نعم. قال لي لا أنت ما دام تدخن روح 4 أشهر. نعم. يلا 4 أشهر نمددك عودة هاي نسجلك نعطيك راتب. نعم. والله ورا 4 أشهر يعني انجبرت ان اروح اكذب عليهم اقول. نعم. لهم اني بطلت الجقاير. نعم. رحت سجلت انطوني 200,000 بعدين انطوني 200,000 هم. نعم. وبعدين قطعوني قالوا انت صغير انت روح بايع. نعم. قلت لهم اني ما بايع. نعم. ما بايع يعني. ما بايع. انا عندي 5 جهال وانا بايع منه لازم؟ ابايع البغدادي والدوله الاسلاميه. نعم. اي قلت له انتوا تشوفون البغدادي؟ لا ما شفناه. ما شفناه.
لا والله ما شفنا. يعني انت كنت تدخل لداخل الموصل، نعم يعني نعم. اوصف لي الوضع في داخل الموصل، شلون الوضع هناك؟ والله الوضع يعني تجي بالسيطرة اطبق تفتيش وما اعرف ايش وهويتك وما اعرف ايش ومن هاي السوالف. الاهالي شلون وضعهم؟ الاهالي الاهالي, الأهالي نعم. والله تعبانة حيل، لا رواتب نعم. لا ما اعرف ايش زين نعم. والعالم يعني كاتلها جوع ما عادها ما عادها اكو يعني يريد يجي يفتر. انا اشتغلت يمكن 10 ايام ادولت خويه بالبورصه نعم. بالبورصه اشتغلت عامل حمام نعم. يعني يجي يقول اريد لي كيلو كيلو طحين نعم. زين يقول انا ما اقدر اشتري كيس. لا لا ما اقدر اشتري كيس. منين يجيب 21 ونص؟ منين يجيبها؟ نعم. انا كنا ناخذه بلاش نعم. كنا ناخذه بلاش من الدوله نعم. زين والعالم تعبت ما عاد لا راتب لا لا شغل. عمال كل هاي هاي القريه مالنا كلها عمال نعم. اكو بهم سواق على بغداد يشتغلون نعم. هم ماشيين امورهم حالهم حالهم يعني عندهم طاقه هاي سنتين ونص قاوم بس العامل ايش راح يسوي نعم. العامل ما راح ما يقاوم ما يقاوم ايش قد عنده 200 الف 300 الف بالبيت راح هم يخلصه زين والحمد لله يعني جهد القوات الامنيه القوات الامنيه يمكم نعم. ومتوجهين باتجاه الموصل نعم. والموصل قريبه علينا قريب ان شاء الله نعم. شو تقول لاهالي الموصل انت هسه تشعر بالامان ولا والله ان شاء الله امان زين شو تقول لاهل الموصل والله ان شاء الله القوات الامنيه متجهه لكم في داخل الموصل وراح ينقذونهم ان شاء الله ويطلعون سالمين غانمين جميع الموصل وان شاء الله زي. شكرا لكم هلا هلا يعني مثل ما تلاحظون اعزائنا المشاهدين الوضع في هذه القريه كيف كان حسب هذه الشهادات وهذه الروايات اللي ادلى بها اهالي وسكان هذه القريه. احنا راح الان نتوجه الى المختار مختار هذه القريه المواد الغذائيه صار له 5 ايام الدكان هذا مال المواد الغذائيه خلينا نشوفه هذا المحل يعني مثل ما تلاحظون صودة مجرد صودة وبهارات باقية وأشياء يعني لا تفي بالغرض جاية المالت لالات يعني تشوله للأسف المجمدة فارغة ما بها أي نوع من الغذاء كيس فارغ كيس سكر فارغ طبقات بيض فارغة إن شاء الله تزول هذه الغمة عن هذه الأمة وإن شاء الله النصر حليفنا وهؤلاء الأبطال أبطال المغاوير ما يقصرون مع هذه القرية. مرحبا شلونك؟ زين. شنو اسمك؟ يوسف. يوسف؟ محمود عبد الله. ما شاء الله. ابن المختار. ها؟ ابن المختار. انت ابن المختار؟ ما شاء الله، ودينا على بابا، امشي ويانا. نروح هاي استدلينا على المختار، يا الله، يلا. السلام عليكم. شلونهم الشباب؟ الله يساعدهم. شو اخبارك؟ والله الحمد لله بخير ورحمة الله والديك الله يخليك شلون الوضع هنا؟ والله خير من الله الحمد لله نحمد الله ونشكره نوزع على الناس نوزع للجنود الجنود ان خطايا صار لهم يومين بالبرد بالشارع نايمين والمواطنين خير من الله الحمد لله الحمد لله الحمد توزعوا لهم؟ اي المواطنين جاي تجي المواكب اللي جاي نعم اي جاي توزع لهم الارزاق والجقاير والاكل اكلنا مال ارزاقنا شلنا وطينا الاطفال والزلم هو مشيناهم يعني زين خليكم احنا الان وين يوسف وين يوسف ايانا يوسف يلا يوسف تعال امشي وياي نروح انا وياك زين على بابا موجود ها ايه يلا خلينا نروح اعزائنا المشاهدين احنا هسه راح نروح انا ويوسف زين شوفوا يوسف هذا البطل يوسف راح ياخذنا على بابا والده هو المختار المنطقه اللي راح نتحدث معاه ونشوف وضع هذه القرية شلون كان شهادة أخرى نضيفها إلى باقي الشهادات اللي أدلى بها المواطنين في هذه القرية وإن شاء الله النصر إنه
والموصل موصلنا والابطال ابطال المغاوير نخبه الى جانب الحشد الشعبي ما يقصرون في تحرير كافه القرى التابعه للموصل، وان شاء الله هدفنا القادم هو مركز المدينه. خليكم ويانا في هذه التغطيه. يلا يوسف. حاج شلونك؟ الله يخليك. الله يسلمك. شكرا لكم جميعا. الله يبارك بيكم وهلا بيكم. الحمد لله بخير. الحمد لله مرتاحين. الحمد لله مرتاحين وبخير ما شاء الله. الحمد لله. الله يسر عليك. سولف لنا شلون كان الوضع هنا. والله الوضع نفتر شويه هيجي حتى تبين صورتنا حلوه. والله الوضع الحمد لله زين ومستقر عندنا، والحمد لله من جتنا القوات الجيش والحج الشعبي الحمد لله. تفضل هنايا. اها شلون الوضع لما كان داعش هنايا؟ احنا ما عندنا داعش، القريه الوحيده. نعم. ما عندنا داعش. ما عندنا داعش. كانوا يمرون من يومكم؟ يمرون بالشارع العام، يمرون بالشارع العام، واحنا. نعم. ما عندنا داعش. اكو قوانين عرفيه كانوا يطبقوها عليكم؟ اي نعم تطبق قوانين عرفيه، احنا نطبق. نعم. القوانين العرفيه تطبق من اللحيه. نعم. الازار النساء. نعم. الملابس هذه عادي تطبق. نعم. بس القوانين بس بالقريه احنا ما عندنا الحمد. نعم. لله. الحمد لله. الحمد لله. انتوا هم اتجوكم وطالبوكم باعلان المبايعه لولايه داعش؟ لا احنا ما يجونا، لان احنا يجونا مثل رادوا من عندنا حتى القريه يسمونها مثل قريه احنا المرتدين، يعني ما اشتركنا بال يعني هذا. ابد ما عندنا. ما اشتركتوا وياهم؟ لا لا ما اشتركنا احنا. القريه الوحيده. شنو الوضع الاقتصادي مال هذه القريه؟ الوضع الاقتصادي كان وضع اقتصادي قبل. شكرا. الوضع الاقتصادي قبل ما جانا داعش وضعنا احنا نشتغل، كنا نشتغل بغداد كله جميله. نعم. وضعنا اقتصادي حيل. نعم. بس من جتنا داعش سنتين ونص. نعم. وضعنا اقتصادي تعب. لان رواتب ماكو، شغل سيارات ماكو، سيارات كلها واقفه. والحمد لله ستم التحرير والحمد لله ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. اكو هسه وجبات توصل لكم ان شاء الله؟ لا بعد، لان بعد الوجبات ما توصلنا، بس الحمد لله القريه بخير ما شاء الله، والحمد لله متوفر عندنا كل شيء الحمد لله. الحمد. بس الخير ان شاء الله قادم علينا احنا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. الله يبارك بكم. هلا بكم يا هلا. الله يخليك. نعم أعزائنا المشاهدين، الحمد لله الآن الوضع بأفضل حال، وإن شاء الله نوصل موصلنا وترجع إلى أحضان الوطن. خليكم ويانا في هذه التغطية اللي راح نظل مستمرين ببث المعلومات والتغطيات التي تخص أهالي الموصل والتي تخص أوضاعهم وحياتهم الحالية ما بعد التحرير. خليكم ويانا وخاصة في أثناء التحرير. خليكم ويانا أعزائنا المشاهدين في هذه التغطية، وإن شاء الله نكفي ونوفي وياكم.